بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أوصيكم أيها الإخوة الكرام وأيها الطلاب المجدون جعلني الله وإياكم يعني طلاب علم حقيقيين الذين يطلبون العلم ابتغاء وجه الله الكريم أوصيكم بما كان يوصينا به الوالد الكريم رحمه الله وكان من عادته بعد كل درس سواء كان الدرس في القراءات أو في الفقه أو في النحو أي درس لا بد وأن يأتي بعده بدقائق من الرقائق يلين القلوب وكان مما يقوله لنا ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله فتقوى الله سبب لفتح العلوم يفتح الله عليك العلم العلم الرباني الذي يقربك إلى الله والذي يسعدك في الدنيا والآخرة سببه التقوى تتقي الله وكان يقول هذا العلم هدية من رب العالمين ولله المثل الأعلى يضرب المثل كرجل أتى إلى قرية ومعه عسل والعسل ربما كان ألذ الأشياء عندهم وأحسنه إذ لم يعرفوا في ذاك الوقت الآيس كريم والشوكولاتة والأشياء الحلوة اللي جاءت بعدين يقول جاء إلى القرية فدخل بها العسل وعسل صاف حلو وقال هو هدية مني فأتوا بآنيتكم كل يأتي بإنائه لأسكب له هذا العسل هدية مني فمن أتاه بإناء طيب نظيف سكبه له ومن أتاه بإناء وسخ أو قديم أو بال منعه قال أنت قلت هدية لماذا تمنعني قال نعم هو هدية لكن هديتي لا أضعها في مكان وسخ أنا أضع هديتي في مكان يليق بها فيقول ولله المثل الأعلى هذا العلم العلم الحقيقي لدني رباني الذي يقربك إلى الله مش العلم الذي يعني درجنا عليه في هذه الأزمنة يؤخذ به الأوراق والشهادات هذا العلم اللدني الرباني هدية من الله يسكبها الله في من أتى إليه بقلب نظيف قلب تنظف من الوساخة ومن الوساوس ومن الشهوات كذا وراقب الله عز وجل فالله يسكب فيه هذا العلم ويعطيه حتى وإن لم يكن يعني ذا جهد كبير الله يفتح عليه ويبارك له فيه